أهلا بكم مجددا. أمطار غزيرة وانهيارات صخرية أسفرت عن وفاة 21 شخصا وإصابة آخرين وتدمير عدد من المنازل في إحدى القرى الجبلية في تعز. وبحسب مصادر محلية فإن أمطارا غزيرة استمرت من الساعة 1 وحتى 5 من مساء الأحد تسببت في حدوث انهيارات صخرية بقرية اللصبة في منطقة بني عمر التابعة لمديرية التربة. هذا وناشد أهالي المنطقة السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية بسرعة إغاثة أهالي وإخراج الجثث من تحت الأنقاض وتقديم المساعدات العاجلة. مشاهدينا، لمزيد من التفاصيل ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الخبر المؤسف فعلا من تعز، ينضم إلينا عبر الهاتف مطيع المعمري الشيخ غيل بني عمر. مرحبا فيك سيد مطيع. حياك الله وفاك سيد مطيع. ما الذي جرى؟ نعم، ما الذي جرى في 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 الشمايتين؟ ايش اللي حصل؟ حصل ما صار غزير جدا، امطار غزيره جدا، نصارح جاء حتى الساعه 5 مساء. نعم حصلت امطار وبعد نعم اسمعك، حصلت امطار وبعدها حصلت امطار من الساعه 1 الى الساعه 5 مساء، حتى سقط الصخرة من الجبل على منازل ستة منازل. نعم. وعد فيها الضحايا 15 شخصا. وكانت الموجودة الآن 13 جثة. وكانت الآن الموجود 13 جثة. تم إخراج 13 جثة. سيد عمر، هل تم إخراج 13 جثة الذي الذين في حالة الإنقاذ الذين قد انتقلوا إلى رحمة الله؟ نعم. اللي انتقلناه الذي حضرناه من تحت الصخرة وانتقلوا إلى رحمة الله، وكان الخروج بعد ساعات طويلة من الساعة 8 في الليل إلى الساعة 1 في الليل. نعم. ما زال الآن تحت الإنقاذ باقي في الاندفاع، فما زال البحث يستمر. نعم، البحث من قبل من؟ متطوعين من القرية؟ المتطوعين من نفس الأهالي والبلاد والقرى المجاورين لنا. نعم، لم تأتي أي مساعدات لتساعدكم في يعني إسعاف المصابين وإخراج الجثث من تحت هذه الأنقاض؟ لا نتابع حتى الآن الدولة. يعني لا منظمات إنسانية ولا أيضا السلطة المحلية في تعز؟ ولا نصل علينا أي شيء لحد الآن. إذن أنتم هل تواصلتم من جهتكم فعلا بالسلطة المحلية بالمنظمات الإنسانية؟ هل أطلقتم أيضا نداءات بضرورة التحرك لمساعدتكم في ذلك؟ البلاغات موجودة عند آخر محافظ علي المعمري، والبلاغات موجودة عند المديرية عبد القادر البطول، والبلاغات موجودة عند القائد عبد الحمادي، والبلاغات موجودة عند جميع الاتجاهات في المديرية حتى الشمايتين والمعادن. نعم، يعني ذكرت الآن أنه 15 قضوا نحبهم في هذا الانهيارات، هل هناك مصابين يعني اخرين الى جانب هؤلاء الضحايا؟ في هذا المنزل كان اي مصاب، ولكن كانوا كلهم متوفيين لانه كانت صخره كبيره جدا، ولكن كانوا في اماكن اخرى حصل شويه هكذا من نتيجه السحبه حق الانزلاق، تعوروا بعض الاشخاص، ولكن الان كمان في حاله جبنا المركز الصحي الموجود من اهالي البلاد حتى استمروا الان في العلاج، وان شاء الله الان في الصحه وعافيه. طيب سيد سيد مطيع، الان تكوينه المنازل في القريه هل هي تقع تحت الجبل مباشره، ام يعني كان هذه المنازل معرضه للخطر منذ فتره وحصلت هناك انهيارات قديما؟ اذا يبدو اننا فصلنا اضعنا الاتصال مع السيد مطيع وهو شيخ غيل بني عمر. مشاهدينا الكرام، ليست هذه الحادثة ربما الأولى التي تحدث في مثل هذه القرى، ولعل أبرز ما ضحايا هذه الانهيارات تقع بيوتهم داخل يعني أو تحت مناطق صخرية معرضة هذه المنازل للخطر، لكن ربما لا أعرف لماذا بالضبط يتم بناء هذه المنازل في تلك المناطق، لكن هي مشيئة الله وقدره يعني. لكن هناك بالمقابل
التحرك اللازم الذي يجب أن يكون من السلطة المحلية في إسعاف المصابين وفي مساعدة أيضا أهالي الضحايا في استخراج ذويهم الذين باتوا تحت الأنقاض. إذن كما ذكر ضيفنا العزيز عدد الضحايا 15 شخصا أو الذين لقوا حتفهم، 13 منهم تم إخراجهم من تحت الأنقاض وما زالت الجهود متواصلة لإخراج 2 منهم حتى الآن. إذن المنطقة تقع في قرية اللصبة في منطقة بني عمر التابعة لمديرية التربة بمحافظة تعز، المعلومات 15 قتيلا حتى الآن. إذن لعل هذا ربما يعني نداء من شيخ بني عمر أو غيل بني عمر لمساعدة هذه القرية في الأضرار التي حدثت للمنازل التي تعرضت للانهيارات الصخرية وأيضا لإسعاف الضحايا الذين سقطوا في أو ربما أصيبوا في هذه الحادثة. إذن لربما الإشكاليات التي تواجه فيها السلطة المحلية في عدة ملفات داخل محافظة تعز تصعب عليها أيضا التحرك في أكثر من صعيد، والتي يعتبر هذا الانهيار الصخري أحد هذه الأصعدة والتي كان يجب على السلطة المحلية أن تتحرك، لكن هي أيضا مثقلة بعدة ملفات تقوم على حلها، لكن هذا لا يغيب عنها المسؤولية الكاملة في ضرورة التحرك في كل المناطق التي تخص مدينة تعز. إذا مشاهدينا الكرام كنا نود فعلا أن نعرف مزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة التي حدثت في قرية اللصبة في منطقة بني عمر في مديرية التربة، لكن يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد مطيع المعمري شيخ غيل بني عمر. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.